السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام، أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم وعلى الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دين ودينار. الاعتماد المستندي من أبرز ما ينبغي على التاجر المستورد أو المصدر معرفته، لأنه يعتمد عليه في تجارته الخارجية، وبالتالي يتعلق بكسبه من حيث الحل والحرمة. كما يشكل الاعتماد المستند أهم أساليب التعامل المصرفي، فهو من الدعائم الأساسية للاستثمار، بل أصبح من مستلزمات التعامل التجاري. فماذا يعني الاعتماد المستند، وما مدى مشروعيته، ولماذا قال العلماء بجوازه في المصارف الإسلامية وقالوا بتحريمه في المصارف التقليدية التجارية؟ الاعتمادات المستندية عنوان حلقة اليوم من برنامج دين ودينار، وضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله إشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في الرياض والخبير في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا شيخ غسان، وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. آمين، حياكم الله. فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بالحديث عن خطابات أو الاعتمادات المستندية ومدى مشروعيتها، وكيف استطاعت المصارف الإسلامية استعارة ما يسمى بالاعتماد المستندي من المصارف التقليدية إلى الإسلامية، وكيف استطاعت أن تجعله جائزا، بداية أستهل هذه الحلقة في الحديث أو أن أسألك فضيلة الدكتور، هل استطاعت المصارف الإسلامية أن تقوم مقام المصارف التقليدية؟ هل فعلا المصارف الإسلامية تستطيع أن تنافس المصارف التقليدية التي يعني هي في بدايتها أو لها تاريخ عريق إذا صح التعبير، بينما المصارف الإسلامية منذ 30 عاما أو أكثر بقليل بدأت وظهرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأقول لعله من جميل المصادفة أن هذه الحلقة جاءت عقيب المؤتمر الذي عقد بالأمس وقبل الأمس في دولة مملكة البحرين، وهو المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو ما يعرف بالأيوفي. وهذه الهيئة تضم عددا كبيرا من المؤسسات المالية الإسلامية، ما بين بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها. وفي الحقيقة يعني كلما ينعقد هذا المؤتمر السنوي والتجمع الكبير للبنوك الإسلامية ونرى النمو الصاعد لأنشطة البنوك الإسلامية، هذا في الحقيقة يحفز ويدعو إلى أن يعني ويبعث على التفاؤل بأن مسيرة البنوك الإسلامية إن شاء الله تعالى في طريقها إلى أن تنافس، بل وأقول بكل ثقة واطمئنان أنها ستقضي بإذن الله على المصرفية التقليدية. وهذا النمو الحقيقة يحتم مسؤولية أكبر وأشد في تصحيح مسيرة المصرفية الإسلامية، لأننا النمو لا يعني بالضبط أو بالتأكيد بأن المسيرة صحيحة 100%، ولا أحد يدعي ذلك. لا نشك ولا يعني نغالط أنفسنا عندما نقول بأن البنوك الإسلامية لديها بعض الأخطاء. المسيرة وإن كانت قصيرة إلا أنها حفلت بالكثير الحقيقة من الابتكارات والإنتاج، لكنها البعض منها محل نظر وتحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى أن تضبط من حيث النظر إلى المقاصد الشرعية، ومن حيث النظر أيضا إلى أصول التعاملات المالية الإسلامية بما يحقق المبادئ والعدالة التي جاءت أصول التعاملات المالية الإسلامية لتحقيقها. ففي الحقيقة عندما نقول إن البنوك الإسلامية قادرة على المنافسة، نعم هي قادرة على المنافسة بل وتجاوز المصرفية التقليدية، لكن لا يعني ذلك أن
نقول إن المسيرة صحيحة 100% أبدا. جميل. ولا أحد يدعي مثل هذا الأمر. صحيح، ولعل هذا البرنامج يعني من أهدافه تصحيح هذه المسيرة أو إرشاد وبيان مواطن التي فيها شيء من المخالفات الشرعية. السؤال هنا فضيلة الشيخ الذي أريد أن أسأل يعني وأجعله مدخلا لهذه الحلقة، موضوع الاعتمادات المستندية التي الأصل فيها كانت لدى المصارف التقليدية، موضوع خطاب الضمان، موضوع إلى غير ذلك من الأعمال والخدمات المصرفية التي تقدمها الصيرفة التقليدية، هل استطاعت الصيرفة الإسلامية تغطية كل تلك الأعمال والخدمات التي تقوم بها المصرفية التقليدية؟ في الحقيقة عندما ننظر إلى المصرفية التقليدية هي متشعبة ومتنوعة، فهناك أدوات للتمويل، وهناك أدوات للاستثمار، هناك أدوات لإدارة المخاطر، هناك أدوات لإدارة السيولة، هناك أدوات للتحوط وغير ذلك. لكن عندما نأتي إلى هذا يعني هذا النوع من التعاملات بخصوصه، وهو الاعتمادات المستندية أو تمويل شراء البضائع والسلع، ففي الحقيقة هذا النوع من التعامل من أول أنواع التمويل الإسلامي الذي خاضت غماره المصرفية الإسلامية ودخلته بقوة، وهو في الحقيقة نعتبره من أفضل المنتجات التي قدمتها البنوك الإسلامية، ويعني أفضلها في تحقيق المقاصد الشرعية، حيث إنه يرتبط بسلع حقيقية ويرتبط بتمويل سلعي لا مجال فيه لدخول إشكالات أخرى كما هو الحال مثلا في عقود أخرى كالتورق أو الصكوك أو غيرها من المنتجات المالية الإسلامية التي يرد عليها إشكالات متعددة. فيما يتعلق بالاعتمادات الحقيقة هي وثائق أو أسس تمويلية لتمويل شراء بضائع أو مستندات أو سلع، بمعنى أنها مرتبطة ارتباطا فعليا وثيقا بشراء السلع، ولا يرد أن يكون الغرض منها هو التمويل النقدي. طيب أنا أريد منك فضيلة الدكتور أن نشرح ما المقصود بالاعتماد المستندي وما أهميته، بداية ما المقصود به ومثال لتوضيح هذا المصطلح أو هذا يعني العمل أو الخدمة المصرفية التي تقوم بها المصارف عموما. الاعتماد المستندي بصورة مختصرة هو وثيقة يصدرها البنك يضمن فيها الالتزامات التي على مصدر الاعتماد لصالح المستفيد. فعندنا ثلاثة أطراف، نعم، المستفيد ومصدر الاعتماد والبنك الذي هو المستفيد وطالب الاعتماد والبنك الذي يصدر الاعتماد المستندي. فمثلا لنفرض أن تاجرا والبنك المراسل أيضا صرف طرف ثالث، أي قد نعم الطرف الآخر هو البنك المراسل في البلد الآخر. فلنفرض مثلا أن تاجرا في الدولة العربية، لنفرض مثلا في السعودية، يريد أن يستورد بضاعة لنفرض من تاجر آخر في اليابان. لا خليها بالدولة العربية يا دكتور عشان نشجع التبادل. طيب نشجع التبادل العربي. نعم. إذن يبي يستورد من دولة الإمارات مثلا. نعم. فالآن طبعا المعاملة هنا تتم من خلال البنوك، حيث إن يعني نواجه إشكالية هنا واضحة، وهي أن التاجر السعودي لا يريد أن يحول البضاعة أن يحول النقود حتى يتأكد من أن البضاعة قد وصلت إليه سليمة وتم تسليمها. التاجر الإماراتي لا يريد أن يسلم البضاعة للتاجر السعودي حتى يتأكد من أن النقود قد أودعت في حسابه. صحيح. فبأيهما نبدأ؟ الاعتمادات حلت هذا الإشكال. جميل. بحيث إن البنوك تؤدي هذا الدور بإصدار اعتمادات. فيأتي التاجر السعودي إلى بنك أحد البنوك السعودية ويطلب فتح اعتماد لاستيراد تلك البضاعة، بحيث إن البنك السعودي يضمن سداد هذا المبلغ المستحق على التاجر السعودي بمجرد شحن البضاعة و يعني التأكد من صحة وثائقها. قد يكون هذا الاعتماد اعتماد بالقبول أو يكون اعتماد بالاطلاع، يعني إما أن يكون بمجرد الاطلاع على تلك الوثائق، وإما أن يكون بعد
إجراء بعد إجراءات معينة يقوم بها البنك. على كل ويكون هناك بنك هناك بنك مراسل. أنواع اعتماد يعني متنوعة، سنتكلم عن أنواع. متنوع، نعم. طبعا البنك هنا البنك السعودي يصدر الاعتماد لصالح التاجر الإماراتي، نعم، من خلال بنك إماراتي يتعامل معه ذلك التاجر، وهو ما يسمى بالبنك المراسل. وهنا بمجرد أن يقوم التاجر الإماراتي بشحن البضاعة يقوم البنك السعودي بسداد المبلغ عن التاجر السعودي. قد يكون هناك اتفاقية بأن يقوم البنك السعودي بتمويل شراء البضاعة، بأن يدفعها، يقوم البنك السعودي بإقراض التاجر السعودي بدفع المبلغ عنه، ثم استيفاء المبلغ منه لاحقا بعد 3 أشهر أو 6 أشهر حسب ما ينص عليه في اتفاقية الاعتماد. وفي العادة يربح البنك من عملية التمويل هذا، أو أن البنك يكون دوره مجرد سداد الأموال، بمعنى أن التاجر السعودي يودع الأموال لديه لدى البنك السعودي ويتوكل عنه البنك في سداد تلك الأموال إلى البنك الآخر، فيكون دور البنك الآن في هذه الحال مجرد ضمان سداد الأموال والوكالة عن التاجر السعودي في إيصال هذه الأموال إلى البنك المراسل. وهذا ما يسمى كما تعلمون فضيل الدكتور الاعتماد المغطى الذي يكون. نعم، اعتماد مغطى. نعم. فضيل الدكتور، أنا أريد حقيقة أن يعني نسلط الأضواء أكثر على فائدة الاعتماد المستندي. فضيلتكم نوهتم إلى أنه حل الإشكالية ما بين التاجر المستورد والتاجر المصدر، أيهما يبدأ بإرسال البضاعة أو إرسال النقود، وبالتالي حل هذه المسألة. هل هنالك من فوائد أخرى، موضوع الاطلاع على مواصفات هذه السلعة وغير ذلك؟ هناك فوائد كثيرة الحقيقة للاعتمادات، من أهمها مثل ما ذكرت تسهيل التجارة البينية الدولية البينية، بحيث أنه يثق كل تاجر بالآخر. الأمر الآخر أن البنوك لديها المقدرة الفنية من حيث دراسة الأوراق والتأكد من صلاحيتها والتأكد أيضا من توافقها مع القوانين والأنظمة التجارية الدولية، فيستفيد التاجر من خبرة البنك في هذا المجال، بحيث أن البنك هو الذي يقوم بالتدقيق على هذه الأوراق والتأكد من صحتها. الأمر الثالث أيضا، قد تتضمن عملية فتح الاعتماد تمويل، يكون هناك تمويل من قبل البنك، بحيث أن البنك قد إذا كان هذا الاعتماد غير مغطى أن البنك يسدد المبلغ عن التاجر، وثم أن التاجر بعد أن يحصل على البضاعة ثم يبيع هذه السلع في السوق يسدد بعد ذلك للبنك. فهنا استفاد التاجر من أنه تحصل على البضاعة بتمويل من قبل البنك نفسه، لأنه في العادة أن التاجر ليست لديه السيولة الكافية إلا بعد بيع هذه البضاعة، صحيح، وهو الآن سيشتري هذه البضاعة، والتاجر الأجنبي الخارجي الآن يريد ثمن شراء هذه البضاعة. فهنا يكون هناك فجوة يعني يستطيع أن يغطيها التاجر من خلال التعامل مع البنك بفتح الاعتماد، بحيث أن البنك يموله لشراء هذه الصفقة، وبعد أن يبيع هذه البضاعة في السوق المحلية يسدد المبلغ التمويل للبنك. طيب فضيل الدكتور، قبل أن نتكلم عن التكييف الشرعي أو القانوني للاعتماد المستندي، أنواع الاعتمادات المستندية، نسمع أحيانا كما تفضلتم اعتماد مستندي بالاطلاع أو بالقبول وغير ذلك، ما المقصود بها؟ الاعتماد المستندي بالاطلاع هذا معناه أن البنك يلتزم بسداد مبلغ الصفقة أو قيمة الصفقة بمجرد الاطلاع على الوثائق دون الحاجة إلى فحصها والتدقيق عليها. وأما القبول فهذا يعتمد على قبول البنك لهذه الوثائق والتدقيق عليها، وهذا طبعا يختلف باختلاف أنواع الشحن وأنواع البيوع البحرية، ولا سيما إذا يعني أن معظم التجارات الدولية تتم عن طريق الشحن البحري. وأيضا يعني هناك جانب آخر، أن الاعتماد المستندي قد يكون سداد مباشرة من يعني أن البنك يسدد من أرصدة العميل كما هو في الاعتماد المغطى، وقد يكون البنك يسدد من أمواله ثم يستوفي من العميل بعد مدة، وفي العادة يعني مدة الاعتمادات المستندية تكون قصيرة ليست بالطويلة، قد تكون 3 أشهر أو 6 أشهر، نعم، أو ربما تصل إلى سنة في الأغلب كحد أقصى، قد تزيد على السنة لكنها هي الحالات
الأقل. لو نظرنا إلى جانب آخر في الاعتمادات المستندية، طبعا في البنوك التقليدية غير الإسلامية، نعم، البنك يأخذ رسوم على فتح الاعتماد ويأخذ فوائد كذلك على عملية التمويل. هذه سنشرحها فضيلة الدكتور تفصيلا حتى يعني نبين الفرق ما بين الاعتماد المستندي لدى المصارف التقليدية ولدى المصارف الإسلامية. لكن بعد قليل بس أود أن أسألك أيضا فضيلة الدكتور عن أنواع الاعتمادات المستندية فيما يسمى الاعتماد القابل للإلغاء والقطعي، والفرق بينهما أيضا. يعني مثل القابل للإلغاء بمعنى أنه يكون له الحق، يعني المستورد في هذه الحال أن يرفض هذا الاعتماد، يعني بمعنى أنه ليس إلزاميا. وأما إذا كان قطعيا، إذا أصدر البنك الذي من قبل التاجر المستورد إذا أصدر اعتمادا قطعيا لا يحق له. من الذي يحدد دكتور، طالب فتح الاعتماد أم البنك؟ البنك نفسه هو الذي يحدد ذلك، لأن هذه الاعتمادات كلها في الحقيقة لديها أعراف دولية وهي معتمدة في يعني ما يعرف بأعراف اتفاقية باريس، يعني فيما بين الدول، بحيث أنه يعرف أن هذا الاعتماد هل هو اعتماد اطلاع أم أنه اعتماد قبول، وهل هو اعتماد قابل للإلغاء بحيث أنه لا يكون ملزما للبنك قبل تنفيذ هذه العملية، أو أنه يكون اعتمادا قطعيا بمعنى أنه لا مجال لفسقه بأي حال من الأحوال. أتوقف مشاهدي الكرام مع فاصل ومن ثم نواصل، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم. كيونت تمنحك الوسائل المناسبة وتقدم لك الدعم من خلال فريق عملها العالمي لدفع مسيرتك نحو تحقيق النجاح في أعمالك. كيونت، شركاء البيع المباشر الرسميين لفريق ماروسيا F1. تجتمع أكثر من 1200 شخصية قيادية من القطاعي الحكومي وقطاعات المال والأعمال والصناعة لمناقشة الاستقرار المالي والنمو والوظائف والدور العالمي للمملكة العربية السعودية، وذلك في الرياض يومي 22 و23 من شهر مايو 2012. يسر كل من يوروماني للمؤتمرات ووزارة المالية السعودية دعوتكم لحضور مؤتمر يوروماني السعودية 7 تحت شعار مملكة واحدة مؤتمر واحد. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.euromoneyconferences.com. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم دين ودينار، نتحدث عن الاعتمادات المستندية وضيفنا فضيلة الدكتور يوسف ابن عبد الله إشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والخبير في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي. فضيلة الدكتور، قبل يعني أن نتحدث أيضا عن العملية التنفيذية التي يقوم بها البنك التقليدي، بالضبط كيف يجري هذه العملية، أسألك هل البنك التقليدي يفتح الاعتماد لكل من يطلب الاعتماد أم هناك معايير يعني معينة يتخذها أو يعتمد عليها حتى يفتح خطاب الاعتماد؟ طبعا عملية فتح الاعتماد المستندي تعد ضمن العمليات الائتمانية التي تستلزم ثقة البنك بالعميل ومدى قدرته على سداد الالتزامات التي عليه، لأنها ليست عملية أجور مصرفية يحصل عليها البنك، وإنما لابد من وجود يعني قدرة، يتأكد من قدرة وكفاءة العميل على سداد الالتزامات التي عليه. وهنا إذا تأكد البنك، يعني هنا البنك بعد دراسته لحالة العميل، إما أن يعطي العميل خيارا بأن يجري عملية فتح الاعتماد لكن يكون الاعتماد مغطى بالكامل،
وهذا إذا كانت القدرة الائتمانية للعميل يعني قدرته على السداد محدودة، فهنا قد يطلب منه أن يغطي الاعتماد بالكامل بحيث أنه يكون السداد من أرصدة العميل وليس من أموال البنك. لكن إذا كان العميل لديه القدرة على السداد وملاءته الائتمانية مناسبة، فمن الممكن أن يكون أن يفتح الاعتماد البنك وهو مكشوف يعني الغير مغطى، بحيث أن البنك يسدد من حسابه ثم يستوفي من العميل لاحقا. وفي البنوك التقليدية كما ذكرت قبل قليل يأخذ البنك فائدة، لأن هذا قرض، البنك أقرض العميل مبلغ من المال ويأخذ عليه قرضا. قد يكون الاعتماد مغطى جزئيا، يغطى بنسبة 20% 30% 50% حسب التفاوض فيما بين البنك والعميل وحسب الملاءة الائتمانية للعميل. طيب فضيل الدكتور، الآن حقيقة ربما الكثير يود أن يسأل، يعني لماذا العلماء يقولون أنه الاعتمادات المستندية في البنوك التقليدية هي محرمة، في البنوك الإسلامية هي جائزة؟ يعني كيف يقوم البنك التقليدي بما يسمى بالاعتماد المستندي، ولماذا نقول أنه حرام؟ الاعتماد المستندي التقليدي كما ذكرت قبل قليل يتضمن الفائدة، القرض بفائدة، فإن البنك يقرض العميل مبلغ المال، المبلغ المالي الذي هو قيمة شراء الصفقة، ثم يستوفي من العميل لاحقا بأكثر مما دفع. فإذا كانت قيمة الصفقة مثلا 1,000,000 فإنه يأخذ عليه فائدة 1,000,003% أو 4% عند استيفاء هذا القرض. فلذا نحكم على هذه المعاملة بأنها محرمة. لكن في البنوك الإسلامية هناك طريقتان مطبقتان للاعتمادات المستندية الإسلامية. الطريقة الأولى هي الاعتماد بالمرابحة. طيب فضيل الدكتور، تسمح لي قبل أن نبين هذه الطريقة نأخذ هذا الاتصال. مهدي من العراق. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو، عندنا البنوك الإسلامية في شمال العراق، نعم، بدل من أن يعطي لنا المال يدفع، يقول لنا اذهب اشتري المال اللي مثلا اشتري سيارة وبيعنا، يعني يضيف علينا 10% والفلوس تدفعها خلال السنة، يعني لا يدفع لنا المال، يقول له اشتري الحاجة اللي تريدها سنة الدفع 10% بعد السنة. أنا هذا الغاية منه فقط أخذ المال. طيب لعلي أنا أقول لك فضيل الدكتور، هل سمعت السؤال شيخ السالم؟ أنا سمعته وسأشرحه فضيل الدكتور إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي مهني. فضيل الدكتور، الأخ مهدي من شمال العراق يتكلم أنه المصارف الإسلامية عندهم لا تسلمهم المال، هو يعني عندما يريدون تمويل بالمرابحة فيما يبدو يطلبون من العميل أن يشتري السيارة ويضيفون عليها 10%. هل هذه العملية جائزة بحسب ما ذكر الأخ مهدي؟ يعني هذا حسب وصف الأخ مهدي، لكن أنا أبين الضابط الشرعي في ذلك. نعم. حتى تكون المعاملة جائزة لابد أن يتملك البنك السلعة السيارة مثلا قبل أن يبيعها على العميل. يعني لا يجوز أن يعطي العميل نقود ويقول خذ هذه النقود واشتري بها سيارة ويحسب عليه ربح أو فائدة 10%. هذه المعاملة قرض محرم وهي من الربا الصريح. الطريقة الجائزة هي أن البنك يتملك السيارة أو يتملك السلعة ثم يبيعها على العميل وله أن يربح في هذه الحال، فهذا يدخل في البيع الحلال الذي قال الله تعالى عنه أحل الله البيع وحرم الربا. فضيل الدكتور، أنا أريد كنت تريد أن تشرح لنا كيف يتم فتح اعتماد المستندي في المصارف الإسلامية، وربما يعني كل الصيغ ممكن من خلال صيغة المرابحة أو المشاركة أو غير ذلك، كيف تتم العملية؟ هي الحقيقة أكثر طريقتين تطبقان في الاعتمادات المستندية الإسلامية، الاعتماد بالمرابحة، وفي هذا النوع في هذا النوع من الاعتمادات إذا رغب العميل في شراء بضاعة مثلا من الخارج فإن البنك يقوم هو بإبرام عقد الشراء. يعني البنك يشتري تلك البضاعة، يحدد العميل البضاعة التي يراد شراؤها، لنفرض أنها مثلا معدات أو أجهزة كهربائية أو أثاث أو غير ذلك، فالبنك العميل يطلب من البنك أن يشتري البنك تلك البضاعة من المورد الخارجي لنفرض أنها بمبلغ 1,000,000 دولار. بعد أن يشتريها البنك ويتم تسليم البضاعة إما في ميناء الإقلاع أو في ميناء الوصول حسب نوع البيع البحري هنا، بعد أن يتم تسلمها يقوم البنك ببيعها على العميل مرابحة،
فإذا كان البنك اشتراها مثلا بمليون فيبيعها على العميل المستورد بمليون وربح مثلا 4% أو 5%، فهنا المعاملة جائزة لأن السلعة دخلت في ملكية البنك قبل أن يبيعها على العميل، فهي قد دخلت في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن استحقاق الربح إنما يكون بالضمان، فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. قد يقول قائل ما الفرق بين هذه وبين عمل البنك التقليدي؟ نقول بينهما فرق كبير. صحيح. في البنك التقليدي البنك لا يدخل في ضمانه أي شيء، لا يتحمل مخاطر تملك السلعة. صحيح. يدفع النقود ويستوفي من العميل نقودا بالزيادة، فهو لم يضمن شيئا، لم يدخل في ملكيته سلعة يتحمل مخاطرها. بينما في البنك الإسلامي هو في الحقيقة تحمل مخاطر السلعة ولو لفترة محدودة، يعني لا يلزم أن تكون فترة تحمل المخاطر لأيام أو لسنوات أو لغير ذلك، لا، هي أهم شيء أن نتيقن من دخولها لملكيته بعد أن تدخل ملكيته ويتحمل مخاطرها ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ونهى عن ربح ما لم يضمن. نقول له في هذه الحالة نبيعها مرابحة على العميل. نلاحظ في هذه الطريقة أنه لابد أن البنك يشتري السلعة بنفسه، يعني لا يوكل العميل بشراء السلعة. نعم. لأنه إذا وكل العميل بشراء السلعة فيكون التمويل هنا صوريا. نعم. حقيقة لدي سؤالان في هذا الموضوع لكن أرجئهما لحتى أخذ الاتصال. أخ عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. عبد الله تفضل. أخ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت بدي استفسر من الشيخ، يعني أنا موظف على سنة بغيت أشتري بيت عن طريق الأقساط عن طريق البنك. يعني اختار عمارة معينة والبنك يأخذها بيسود عليها وتبقى العمارة باسم البنك، مين يستوفي حقه بنسبة 3.25؟ هل حلال أم حرام أم ربا؟ أنا ما أعلم. عن طريق بنك إسلامي؟ عن طريق البنك الأهلي بده. طيب شكرا لك أخي عبد الله. مكة وعم مع موريتانيا. مين معي؟ السلمي تفضل. السلمي السلمي فيما يبدو قطع الخط. فضيل الدكتور أخ عبد الله حقيقة يتساءل، سأعود إلى سؤاله لكن اسمح لي يعني أن أسألك فيما يتعلق بموضوع المرابحة أو تطبيق اعتماد المستند من خلال المرابحة للآمر بالشراء. لدي سؤالان حول هذا الموضوع فضيل الدكتور. السؤال الأول يعني موضوع وضع الأرباح على هذه السلع بعد أن يتملكها البنك ومن ثم يبيعها للعميل فيما يبدو. عاد السلمي تفضل. أخي السلمي من موريتانيا. بدي منك تطفي التلفزيون شوي لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير تفضل أخي الكريم. فيما يبدو فقدنا الاتصال. قطع. نعم فيما يبدو فقدنا الاتصال مع الأخ سامي. فضيل الدكتور يعني وضع هذه الأرباح الكبيرة هذا أليس ألا يشكل عائق؟ هذا الشيء. والشيء الثاني إجراءات عملية المرابحة أن يشتري البنك ومن ثم يبيع، بينما في البنوك التقليدية هي عبارة عن يعطيه القرض وبالتالي خلص هو يشتري وتكون العملية أسرع. في كثير من الناس يدعي هذا، هل هذا الكلام دقيق دكتور؟ أنا أقول كلا النقطتين ليست دقيقتين على يعني على الوجه الصحيح كما يعني يدعيه البعض. فيما يتعلق بالأرباح في الحقيقة الآن أرباح البنوك الإسلامية في اعتمادات المرابحة تقارب إلى حد كبير إن لم تكن أقل من أرباح من الفوائد التي تتقاضاها البنوك التقليدية على الاعتمادات التي تقوم على الإقراض لدى البنك التقليدي، فليس هناك فرق في هذا المجال. يعني كان في وقت من الأوقات ربما كان في السابق لما كانت البنوك الإسلامية محدودة ففعلا كانت الأسعار يعني مبالغ فيها إلى حد ما، أما الآن فأقول المنافسة شرسة إلى حد كبير ما بين البنوك الإسلامية نفسها. طيب. لأجل كسب العملاء. وهذا أمر وبالتالي طيب. أي نعم هذا شيء مطلوب الحقيقة. نعم. أن نجد أنها يعني تعدد البنوك الإسلامية يعني في البلد الواحد وعلى مستوى البلدان الإسلامية عامة
يعني فجعل أصبح هذا في مصلحة العملاء. صحيح. بحيث أن البنوك أصبحت تتنافس في تخفيض الأسعار لأجل كسب العملاء، ولذا نجد أن أسعارها الآن مقاربة للبنوك التقليدية. موضوع الإجراءات فيما يتعلق بالسرعة. نعم. بالسرعة. نعم. فيما يتعلق بالسرعة أنا أقول هذه يعني هذا جانب يقابلها الحقيقة ميزة يجب ألا نغفلها في اعتمادات المرابحة. في اعتماد المرابحة البنك إذا تملك السلعة ثم باعها البنك يتحمل أي عيوب تظهر في السلعة في هذه الحال. لماذا؟ لأنه هو البائع وليس المورد الخارجي هو البائع. فالعميل الآن سيستفيد من ضمان البنك لهذه السلعة، ولا شك أن هذا مكسب. الأمر الآخر أن البنك أيضا يعني يقوم بخبرته بفحص الأوراق والتأكد من صلاحية السلعة المشتراة والتأكد من سلامتها من العيوب، وهذه فيها فائدة أيضا للتاجر. فهو التاجر وإن كان قد حصل شيء من التأخير أو زيادة في الإجراءات عليه، لكنها في مصلحته أنه سيكسب خبرة البنك في هذا المجال، لأن البنك هو الذي سيتولى الشراء والتدقيق على الأوراق ثم يبيعها على العميل، وبالتالي لو ظهرت أي عيوب مصنعية مثلا في هذه السلع فالبنك يضمن بحكم أنه هو البائع، تحقيقا لمبدأ خيار العيب الذي وهو مبدأ مقرر في الشريعة. ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يتنصل عن مسؤوليته في ذلك، يعني لا يجوز أن يشترط على العميل أن يعفيه من مسؤولية ظهور عيوب في السلعة في بيوع المرابحة ونحوها، لأن هذه العيوب أو المخاطر هي تأكيد لتملكه لتلك السلعة. صحيح. خلال الفترة الوجيزة ما بين شراء البنك لتلك السلعة وبيعها على العميل. الشكل الثاني الذي من خلاله يكون الاعتماد المستند المشاركة، لكن خلينا نجيب الأخ عبد الله من السعودية أو نأخذ الأخ يوسف. تفضل أخ يوسف. يوسف ودي أسأل فضيلة الشيخ، أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ودي أسأل فضيلة الشيخ عن التمويل اللي تقدمه البنوك بالاسمها أنه يعطيها قرض يجي يقدم عليه وبعد كذا يقول أنه إحنا نبي نأمن هالبضاعة دي، هم بعد يومين يتصل عليك ويقول تم تأمينها وممكن إحنا نصرفها لك ونبيعها، ثم من يدخل المبلغ بحسابك؟ وش كيف فرصة هذه؟ هل هي جائزة أم لا؟ دكتور سؤال واضح؟ أي واضح. يتكلم عن التورق. التورق. طيب. شكرا لك أخي يوسف. أخ عمر من قطر. ألو. تفضل أخي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صلاة الله. لو سمحت عندي سؤال بخصوص البنوك الإسلامية. طبعا. لو فرضنا العميل يأخذ السلعة واشتراها البنك وبعدين يعني غير رأيه ما يحب يأخذها للسلعة هذه، هل عليه غرامة؟ هل عليه يعني التزام أخلاقي أو مالي أو شيء تجاه البنك الإسلامي أم لا؟ تسمع الجواب. شكرا لك أخي عمر. شكرا. فضيل الدكتور أخ عبد الله من السعودية يتساءل عن موضوع شراء المنازل بالتقسيط البنك الأهلي. فضيل الدكتور، شراء المنازل بالتقسيط من البنك او من البنك الاسلامي او من النافذه الاسلاميه جائز، يجب ان نتاكد فقط من ان البنك قد تملك هذا المنزل قبل ان يبيعه على العميل. وفي العاده في التمويل العقاري سواء البنك الاهلي او غيره من البنوك حسب علمي في البنوك السعوديه هي تتملك العقار قبل ان تبيعه على العميل، بل انها تحتفظ بصك الملكية. جميل. لدى شركة عقارية تابعة للبنك حتى بعد بيعها على العميل، هي تحتفظ بصك الملكية على سبيل الرهن. نعم. لتتأكد من سداد العميل للأقساط التي عليه. ففي الحقيقة المرابحة للآمر بالشراء في النشاط العقاري في التمويل العقاري أرى أنها من أفضل صور تطبيقات المرابحة في البنوك الإسلامية. ايضا فيما يتعلق بالتورق دكتور، او خلينا ناخذ يعني سؤال اخ عمر لانه له علاقه بموضوع المرابحه للامر بالشراء. كما تعلم فضيل الدكتور هناك وعد يكون من العميل بشراء البضاعه. الاخ يعني عمر يتساءل فيما لو انه يعني العميل عكف او رفض
بعد أن طلب من المصرف أن يشتري هذه البضاعة رفض أن يشتري هذه البضاعة، هل وعده ملزم؟ هل يدفع الضرر أم ماذا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الوعد هنا من قبل العميل يلزمه الوفاء به بحيث أنه إذا تخلف عن الوفاء به فإنه يتحمل الضرر الذي وقع على البنك بسبب إخلافه للوعد؟ والضرر هنا يقدر بالفرق ما بين قيمة شراء السلعة وقيمة بيعها من قبل البنك على طرف آخر، فيتحمل العميل النقص الحاصل في ذلك. مجمع الفقه الإسلامي يرى، يعني صدر قرار منه بجواز الوعد الملزم من طرف واحد، يعني يكون الوعد ملزما إما للبنك وإما للعميل، بحيث إن الواعد هنا يتحمل الضرر في حال إخلاف وعده. بعض الهيئات الشرعية لا ترى جواز الوعد الملزم وتقول يجب أن يكون الوعد يعني بالمعروف ولا يكون هناك إلزام حتى لا تتحول المعاملة إلى ما يشبه العقد، وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة هنا في السعودية، يعني ترى جواز أنا أعلم أن رأيك بعدم الإلزام فضيل الدكتور، لكن يعني أود يعني أيضا أن أعلق هنا ويعني أتساءل، لو كانت البضاعة يعني ثمنها باهظ، يعني ربما تكون طائرة، سفن، ليس موضوع سيارة أو بيت، أو يعني موضوع يكون مبالغ طائلة، دكتور ماذا يفعل المصرف في هذه الأشياء؟ هناك حلول يمكن أن تقوم بها البنوك يعني تأمين هذه المخاطر. من أبرز هذه الحلول أن البنك يشترط الخيار على البائع، على المورد، أن له الخيار لمدة يوم، يومين، ثلاثة أيام، يعني بعد أن يشتري البضاعة ويتسلمها يكون له الحق في فسخ البيع مع البائع الخارجي. فالآن إذا تملكها وعرضها على المشتري ورفض المشتري، قال الواعد رفض شراءها، في هذه الحال يحق له الفسخ. نعم. وبالتالي يسلم من هذه المخاطر. يعني هو فضيل الدكتور لو أخذنا برأي السادة المالكية، أعتقد هو الذين قالوا بإلزام، وأخذ بمجمع فقه الإسلامي، أليس من الأيسر وننهي الموضوع أم؟ يعني نقول هذا قول معتبر، يعني وليست المسألة من المسائل القطعية، هي مسألة اجتهادية، يعني سواء قلنا بالوعد الملزم أو بعدمه فالخطب في هذا يسير. نعم. لعلي أتوقف مع فاصل الآن ومن ثم نواصل، كونوا معنا مشاهدي الكرام. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. شريط المعلومات برعاية نعيم، قلب الاستثمار العربي. الوطن، الصحيفة القطرية الرائدة، تصفحها بنسختها الرقمية الوطن إي والوطن آي. اشترك الآن أينما كنت للفوز بجوائزها الرائعة: آيبود تاتش، آيباد 2، آيفون 4S، ماك بوك، والجائزة الكبرى فولكس فاجن جيتا 2012. العرض سار في جميع الدول. زوروا موقعنا www.wataneepaper.com أو عبر الوطن في أب ستور. قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم دين ودينار. فضيل الدكتور الأخ يوسف يتساءل عن التورق، وقد شرح لنا، وهذا التورق دائما يأتينا أسئلة حول موضوع التورق. أنا حقيقة أريد أن أسأل أيضا سؤال ملازم لما يسمى ب التورق، يعني فيما يبدو فضيلة الدكتور وأنت لك خبرة يعني واسعة في عمل المصارف الإسلامية، يعني أكثر المعاملات أو صيغ التمويل التي تقوم بها المصارف الإسلامية
موضوع التورق، موضوع المرابحة، موضوع المشاركة، موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، موضوع صيغ التمويل الأخرى، لماذا هي غائبة؟ عقد السلام، لماذا هذه العقود أو هذه صيغ التمويل غائبة ولا تطبق إلا التورق والمرابحة بشكل كبير؟ أليس هذا مضر بالعملية الاقتصادية صح التعبير؟ هذا في الحقيقة من التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية، حيث إنها نجد أن نسبة العمليات التي تنفذ من خلال عقد التورق في تصاعد وهي كبيرة الآن، وكذلك عقد المرابحة، بينما عقود أخرى يعني في نظري أنها قد تكون أفضل من حيث التطبيق ومن حيث توافقها مع المقاصد الشرعية مثل الإجارة والمشاركة والسلم والاستصناع وغيرها، لا تزال إلى الآن يعني نسبها ليست بالقدر الذي نؤمله. لكن الحقيقة يعني دائما يعني طرق مثل هذا الموضوع من خلال هذا البرنامج وغيره، من خلال أيضا الندوات التي تعقدها الهيئات الشرعية لحث البنوك على التوجه إلى صيغ يعني متعددة وعدم الاقتصار على المرابحة أو التورق. يعني التورق وإن كان يعني منه صور جائزة ومنه والمرابحة كذلك من الصور الجائزة، لكن جوازها لا يعني أن نكثر منها، يعني ينبغي أن يكون هناك تنويع في العقود الإسلامية، لأن من يعني يسر شريعتنا الإسلامية وسماحتها أنها ولله الحمد واسعة، والعقود فيها لا حدود لها. يعني هناك مثلا عقد الاستصناع الذي يتناسب مع المؤسسات والشركات التي تريد أن تطور وتبني، سواء تطوير عقاري أو بناء مصانع ونحو ذلك، يناسبها عقد الاستصناع. لماذا نلجأ إلى عقد التورق لتمويلها مثلا؟ لماذا نلجأ إلى المرابحة لتمويلها؟ هناك مثلا عقد الإجارة، عقد الإجارة التمويلية، هذا يناسب التمويل العقاري، يناسب تمويل السيارات ونحوها. فالمفترض أن يقتصر في تمويل التمويل العقاري وتمويل السيارات، أو يعني أن يكون معظمه في عقد الإجارة. هناك أيضا المشاركة، وهي النقطة الحقيقة التي كنت أود أن أشير إليها في المرابحات في الاعتمادات عفوا، في الاعتمادات، لأني ذكرت قبل قليل أن الاعتمادات الإسلامية على نوعين، في اعتماد المرابحة وتحدثت عنه قبل قليل، وهناك النوع الآخر وهو اعتماد المشاركة. طيب فضيل الدكتور، قبل اعتماد المشاركة بس نجيب أخ يوسف عن التورق الذي يعني سأل عنه، ونعود إلى موضوع المشاركة. التورق يا أخي يوسف الذي تجريه البنوك على نوعين، تورق أن البنك يبيعك سلعة بالتقسيط، وبعد أن تقبض السلعة وتدخل مثلا في، لنفرض أنها أسهم وتدخل في الأسهم في محفظتك، أو تكون سيارات وتقبضها، تبيعها أنت بنفسك على طرف ثالث لتحصل على النقود، هذا جائز. فضابط هذه المعاملة أن السلعة قد دخل، أنك تتصرف في هذه السلعة تصرف الملاك. والنوع الثاني من التورق الذي تجريه البنوك تورق صوري الحقيقة، أن البنك يبيعك سلعة ولا تستطيع التصرف فيها، لا ببيع ولا يعني أن تحتفظ بها لنفسك، ليس أمامك خيار إلا أن توكل البنك ببيعها، ولا يتاح لك أي خيارات أخرى. ففي هذه الحال نقول هذا هو التورق الصوري الذي لا يجوز. فأنت تنظر في العقد نفسه، إن كان بمقدورك أن تتصرف في السلعة التي بيعت عليك، إما أن تقبضها بنفسك أو أن تتولى بيعها بنفسك، فهنا نقول هذه الملكية حقيقية. أما إذا كان البنك لا يعني يرفض تسليمك السلعة ويقول ويلزمك بأن توكله أو توكل شخصا هو يحددها أو جهة يحددها بالبيع، وليس أمامك أي خيار آخر، فهذا هو التورق الممنوع. نعود إلى ما يسمى بالاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة. نعم، أقول المشاركة هنا لها ميزة، يعني هي أن العميل يدخل مع البنك في عقد مشاركة، بمعنى أنه أنا بدي أسأل دكتور، أنت يعني في عدد من المصارف، هل طبق المصرف الإسلامي دخل شريك مع، أم رجل بس بيطبق مرابحة بيقول لك شو بدي أنا، لا بدخل بالمشاركة ولا بوجع راسي؟ لا، أنا من خلال اطلاعي على عدد من البنوك الإسلامية، الأكثر تطبيقا في الاعتمادات الإسلامية هي اعتمادات المشاركة وليس اعتمادات المرابحة، لأن فيها ميزة سأذكرها بعد قليل. في اعتماد المشاركة العميل يدفع جزء من قيمة البضاعة، لنفرض أنه سيدفع مثلا 20% من قيمة البضاعة، والبنك سيدفع 80% من قيمتها، فالبنك والعميل يدخلان في عقد مشاركة. في هذه الحال
لا يلزم أن البنك يتولى عملية الشراء ويذهب إلى المستورد الخارجي وهو الذي يوقع معه أو غير وينهي الإجراءات. من الممكن أن يتولى هذا الأمر العميل نفسه لأنه شريك. صحيح. ومن المعلوم في عقد الشركة وكيله. أنه يجوز أن يتولى أي من الشريكين. صحيح. أعمال الشركة لأن كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر في ماله. صحيح. ففي هذه الحال نستفيد ميزة. النقطة التي أثرتها قبل قليل أنت بخصوص سرعة الإجراءات وأن البنك قد يبطئ بالإجراءات، هذه كلها سيتجاوزها البنك لأن الإجراءات كلها سينفذها العميل بنفسه. هو الذي سيذهب إلى التاجر الخارجي ويتعاقد معه وينسق ويقوم بكل الأعمال بصفته يعني وكيلا عن الشركة التي يديرها بينه وبين أو اعتماد المشاركة الذي بينه وبين العميل. بعد أن تشترى هذه البضاعة إذا افتريت يبدأ البنك ببيع حصته، إما دفعة واحدة يبيع 80% مثلا التي يتملكها يبيعها مرابحة على العميل، أو أنها تكون مشاركة متناقصة، يبدأ العميل يدفع أقساط وكلما دفع قسطا زادت حصة العميل في الملكية ونقصت ملكية البنك، بحيث أن الملكية في البداية مثلا 20% 80% في بعد مدة تكون 30% 70% وهكذا تتناقص. نعم. معي الأخ سعيد من الجزائر، تفضل سعيد. سعيد سعيد معي؟ فيما يبدو فقدنا الاتصال معه. إذا فضيلة الدكتور أعود إلى موضوع الاعتمادات المستندية هذه التي نتحدث عنها. إذا كما تفضلتم يعني فيما يسمى بعقد المشاركة نحل أزمة ما يسمى بالروتين والإجراءات والتأخر وعملية السرعة بأن يذهب العميل بنفسه ويقوم كأنه يعني هو كما تفضلت وكيل عن الشركة التي كونها بينه وبين المصرف. فضيلة الدكتور نعم ولا نعم نعم في سؤال ولا لا تفضل تفضل أريد نعم أنا أقول في اعتماد المشاركة لابد أن نؤكد على نقطة مهمة وهي أن العقد هنا الذي بين العميل وشريكه هو بين البنك وعميله هو عقد مشاركة يقتضي أن المشاركة في المخاطر كذلك، بمعنى أنه لا يجوز أن يتحمل البنك جميع المخاطر أو يحمل العميل جميع المخاطر، لأن القاعدة في الشركات في الشريعة أن الخسارة على رأس المال والربح على ما شرطه، بمعنى أنه يجوز أن أتفق مع شريك آخر نؤسس شركة من الشركات ونتفق فيما بين، لنفرض أني دفعت نصف رأس المال وهو دفع نصف رأس المال، هنا يجوز شرعا أن أتفق معه على أن تكون قسمة الأرباح يكون له مثلا 70% ولي 30% حتى ولو لم تتساوى مع رأس المال، لأن قسمة الأرباح على حسب الاتفاق. لكن الخسارة لو كان هناك خسارة أو تلف في أموال الشركة فهنا يجب أن تكون الخسارة بحسب رأس المال، يعني أنا أتحمل النصف وهو يتحمل بحسب المساهمة النصف. نعم بحسب نسبة بحسب المساهمة في رأس المال. معي أبو عبد الله من أبو ظبي، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحب ضيفك الكريم بك وضيف الكريم. حياكم الله أخي أبو عبد الله. نادر ما تصدق أنه ما شاء الله خبير بهذه المواضيع. والله هو كان شوي مشغول الدكتور، إن شاء الله راح يكون معنا دائما إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نحن نسأل الدكتور يعني عن مثلا يعني أسهم، اشتريت أسهم مضاربة شركات العقار. نعم. قبل ما نشتريها كانت عندي فلوس يعني مثلا وكنت أزكيها وزكيتها. بعد ما زكيتها اشتريت بها أسهم عقارية. نعم. طبعا الحين صار لها سنة وشوي هاي الأسهم العقارية. أنا ما يعرف أصلا ما يعرف لما اشتريتها، يعني سمعت حد من المشايخ مرة قال إن حد يشتري يزكي على الريع على ريعها بس. أنت لما أنا أزكي على الريع والله على رأس المال والريع. طيب لما اشتريتها أبو عبد الله اشتريتها اللي المضاربة يعني تبيع وتشتري أم هو الاستثمار طويل الأجل؟ اشتريت مخليها ممكن 3 سنوات 5 سنوات لقدام 4 سنوات. طيب نسمع الجواب. يا أبو عبد الله معنا أبو عبد الله؟ أظن معنا تفضل. معنا؟ الله يخليك. خليك معنا أبو عبد الله. تفضل دكتور. بسألك أبو عبد الله معي؟ معك تفضل. نعم نعم معك. أنت تقول أسهم عقارية يعني أسهم شركات في السوق
أو مساهمة عقارية؟ لا، شركات في السوق. طيب، شركات في السوق. نعم. طيب شكرا لك أبو عبد الله. فضيل الدكتور، نجاوب الأخ أبو عبد الله، وحتى لو كانت هناك مساهمة، يعني شو الفرق ما بين الشركات في السوق أو مساهمة عقارية؟ تفضل يا دكتور. نعم، المساهمات يعني عندما نتحدث عن الأسهم، الأسهم اللي هي حصص مشاعة في شركات مساهمة في السوق، هذه ننظر إلى نية المستثمر، إلى نية المساهم. إذا كان المساهم ينوي المضاربة، يبيع ويشتري، يعني يشتري السهم بسعر معين ثم إذا ارتفع في السوق فإنه يبيعه، ففي هذه الحالة يزكي القيمة السوقية للسهم كل سنة. نعم، يزكيها كل سنة لأنها تعتبر في حقه عروض تجارة. أما إذا كان غرضه الاستثمار الطويل، مثل ما ذكر الأخ أبو عبد الله أنه جلست عنده سنوات، فهنا لا يلزمه أن يزكي القيمة السوقية، لكن يلزم أن ينظر إلى قيمة موجودات الشركة المساهمة نفسها، كم نسبة الأصول الزكوية التي فيها، ويخرج بمقدار تلك النسبة. أما الذي قال له إنه على الريع أو على العائد الذي يأتيه من الأسهم، هذا غير صحيح، لأن الريع أو عائد هذه الأسهم قد لا يمثل إلا شيئا يسيرا بالنسبة للأصول الزكوية. قد يكون عند الشركة، يعني غير العقارات التي عندها، قد يكون عندها نقدية لدى البنوك، قد يكون عندها مثلا استثمارات معينة يعني تجب فيها الزكاة، فلذلك لا بد من مراعاة هذه الأمور كلها بحيث أنه يحسب مقدار الأصول الزكوية. وإذا لم يعرفه بنفسه، من ممكن يتصل بالشركة يسألهم عن مقدار الأموال الزكوية التي عندهم، التي هي النقود وعروض التجارة، الأصول المعدة للبيع والديون. هذه هي الأصول الزكوية في الشريعة الإسلامية. يعني هو الدكتور يعني صعبت عليه الموضوع، ربما يعني الشركة لا تستجيب ولا تقول له أصول الزكوية، أو يعني مين بده يرد عليه حتى نكون صريحين؟ يعني إذا تعذر على المساهم أن يعرف، إذا تعذر عليه أن يعرف مقدار الأصول الزكوية، نقول تنظر إلى صافي القيمة الدفترية للسهم وتخرج نصف القيمة الدفترية للسهم. نصف القيمة الدفترية، ما تكلم عن القيمة السوقية، القيمة التي في السوق، وإنما القيمة الدفترية للسهم. وهذه من السهولة الحصول عليها، يدخل على موقع هيئة السوق المالية أو يدخل على موقع الشركة، وهناك أرقام تبين القيمة الدفترية لكل سهم. طيب، يخرج 2.5% من نصف القيمة الدفترية. نعم، كنت تسأل لو أنه هناك مساهمة عقارية، كيف تكون كانت الزكاة؟ المساهمة العقارية طبعا غير الأسهم. المساهمة العقارية معناها أنه جهة أو شركة استثمار تنشئ صندوق أو محفظة عقارية تشتري فيه عقارات وتطورها ثم تبيعها، فكل الأصول هنا تعد أصول زكوية، بمعنى أنه لا بد أن تزكى جميع هذه المساهمة بقيمتها السوقية. يعني بطالع 2.5% عن مجمل المبلغ الموجود في هذه المحفظة. نعم. أيضا فضيل الدكتور، جاءنا سؤال حقيقة يتعلق بزكاة الأرض، يعني أكثر من مرة فضيلتكم لعلكم أجبتم عن هذا الموضوع. موضوع لو أنه إنسان اشترى أرضا، بداية كان يريد أن يتاجر بها ثم غير نيته، كيف يزكيها أو هل عليها زكاة؟ نقول الأرض يعني لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كان قد نوى فيها التجارة من حين شرائها، بمعنى أنه اشتراها ابتداء ليبيعها، فهنا نقول يزكيها كل سنة بقيمتها السوقية، ينظر إلى قيمتها ويخرج 2.5% من القيمة، يعني يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. أما إذا لم تكن نيته كذلك، يعني من البداية اشتراها مثلا ليبني عليها بيتا له، أو اشتراها ليبني عليها عمارة ليؤجرها، ثم عدل عن هذه النية وأراد أن يبيعها ولا يريد أن يتاجر في العقارات، فهنا نقول مجرد نية البيع لا تجعلها عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة، يعني في الأرض، ولكن في الثمن نفسه إذا باعها، القيمة التي يبيع بها إذا جاء الحول وهي عنده فإنه يزكيها. هنا سؤال. أما إذا كان الشخص، نعم دكتور، إذا كان الشخص اشترى العقار أو الأرض اشتراها بنية التجارة ثم عدل عن النية، هذا هو السؤال، يعني أراد أن يبنيها، كان ينوي أن يبيعها ثم عدل، أراد أن يبنيها مثلا عمارة للتأجير، أو أراد أن يبنيها مسكنا له أو استراحة له، ففي هذه الحال لا تجب فيها الزكاة، لا تجب الزكاة في الأرض، لكن إذا كانت مثلا عمارة للتأجير فتجب الزكاة في الأجرة فقط دون العمارة. السؤال أيضا معكوس، لو أنه اشتراها
بنية إقامة مشروع عليها ثم نوى أن يجعلها عروضا للتجارة، هل تنقلب عروضا للتجارة ومن من من متى؟ إذا كان يعني قد اشتراها في البداية لأجل أن تكون مشروع استثماري مثلا عقارات للتأجير، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال له يبدأ يتاجر فيها، يبيعها ثم يشتري ثم يبيع ثم يشتري، نقول من حين تلك النية يبدأ يحسب الحول. أشكركم، من حين نوى التجارة بها. أشكركم فضيلة الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم به. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله إشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والخبير في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي. إلى أن نلتقي بكم، أذكركم ببريد البرنامج dinar@cnbcarabia.com. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.